أكلم أهلي هيك وربعي وأكلم أصدقائي وبقول لهم هذه الدولة ما فيها رجل إلا أنا هيك وما أحد يفهمني، فاهم علي؟ ما تشيلني للأردن هيك وبقول كلام زي هذا والله. قال له أختك حلو هيك بس هو ما يفهم. استنى استنى والله ما نزيد والله ما نعاودها والله والله مش لايفك يا أخي، أنا لايفي ما تكونش فيها هكا. قول والله والله.